عادل إمام كان يتمنى يكون في موهبة أحمد زكي، وزكي كان بيحلم يحقق إيرادات عادل إمام. جملة صغيرة لخص بيها الناقد طارق الشناوي غيرة فنية استمرت 50 سنة بين الزعيم والنمر الأسود، أحمد زكي وعادل إمام، صراع المشاغبين. الخلافات بين أحمد وعادل بدأت بدري من أول عمل جمع بينهم، مدرسة المشاغبين. آخر عرض للمسرحية في السودان رفض أحمد يسافر معاهم، لأن في الفترة دي كان خلاص اسمه كبر وحس إن الدور بقى صغير عليه. ساعتها اضطر عادل إمام يستعين بمحمود الجندي والموضوع عدى، لكن اللي ما عداش الحريف. الفيلم كان بالفعل بتاع أحمد زكي، وبسبب خلاف بسيط بينه وبين محمد خان على قصة الشعر قرر المخرج يستغنى عن أحمد زكي ويجيب بداله عادل إمام. لكن الحريف ما حققش إيرادات خالص. في المقابل الجماهير كانت واقفة طوابير قدام شباك تذاكر فيلم النمر الأسود اللي كان بيتعرض في نفس التوقيت. عادل طبعاً زعل جداً، إزاي أحمد زكي يتفوق عليه؟ وأحمد زكي كمان زعل جداً، إزاي دور مهم بالشكل ده يضيع من إيديه؟ الصدام الثاني حصل في طيور الظلام. السيناريست وحيد حامد عرض الفيلم في البداية على أحمد زكي علشان يختار الشخصية اللي حابب يمثلها، فاختار علي الزناتي، الشخصية اللي لعبها رياض الخولي. لكن لما أحمد عرف إن عادل وافق على إنه يلعب دور فتحي طلب الدور لنفسه، فوحيد حامد رفض وأحمد زكي انسحب والفيلم راح لعادل إمام. أفلام تانية كتير رفضها أحمد زكي ووافق عليها عادل أو العكس، يعني مثلاً البلبواب كان مفترض يعمله عادل، وبسبب اختلافه مع المنتج أحمد زكي خطفه منه. فيلم الإرهابي مؤلفه لينين الرملي قال إنه كتبه مخصوص لأحمد زكي، إلا إن أحمد فوجئ من الجرايد بإسناد الدور لعادل إمام من غير ما حد يبلغه. صراع وصدام استمر بين الاتنين، واللي فاز في النهاية هو الجمهور.